حادث محب غارب كده محدث غارب. وبعد الحادث طبعا جابوه من قالوه بعربيه اسعاف في المستشفى الجوه. وسمعت بالحادث فعرفت ان البنت ماتت، الطفله ماتت في الحادث، والام عندها كسور في رجليها وكده، والزوج نفس الحكايه. فقالوا لي تعالى قول لها انها بنتك ماتت. فلنطرح عنا كل ثقل، إذ لنا سحابة من الشهود محيطة بنا، فلنطرح عنا كل إيه؟ كل ثقل، كل ارتباطات، كل تعلقات. ترحم عشان تقدر تمشي ورا ربنا. هتمشي إزاي؟ ده ربنا في مرة جه لواحد وقال له أنت هتبات فين يا رب علشان أقعد معاك؟ قال له إيه؟ ليس لابن الإنسان إيه؟ يسند رأسه. عايز واحد متحرر، عايز واحد مش مرتبط، مش خايف على حاجة، مش خايف على حاجة. ثقة يعني تعلق، ارتباط. واحد تاني زي لما المسيح قال المثل بتاع الملك اللي عمل وليمة، السيد اللي عمل وليمة، وراح دعا ناس، راح قال له ايه؟ انا متزوج حديثا، فايه؟ اعفيني، انا متجوز، مش فضيلك. مش كده؟ انا مش ضد الزواج طبعا، لا، بس اوعى الزواج ولا البيت ولا العيال ولا الزوجه يرقوك عن ربنا وعن محبه ربنا وعن العشره مع ربنا. تسال اي حد ما بتجيش تتناول كويس ليه؟ يقول لك الشغل، شغل تعلق. وطبعا في ذهنه هو ما بيعملش حاجه غلط، الشغل ده حاجه، في حاجه غلط في الشغل؟ مفيش حاجه غلط. الشغل ده بيسرق حياتنا دون ان ندري، ودون كمان ان نبكي ضمائرنا ان احنا بنعمل، لا بيعطلنا. لو بيعطلنا عن ربنا اخففه شويه، اخففه شويه. ومره كان في اخ اعرفه بتاع ربنا، بس الشغل عنده حاجه درجه اولى، درجه اولى، ويجري من هنا ويروح من هنا ويعمل. فزاروا في حلم او في رؤيه، انا لا اعلم، احد الاباء القديسين المعاصرين هنا في الغرشيه عندنا، ملاك الغرشيه، وقال له يا فلان، ده مش من الغرشيه الاخ ده، قال له يا فلان ما تهتمش بالشغل كتير والفلوس كتير، قلل شويه من شغلك وقلل شويه من اهتمامك بالفلوس وزود اهتمامك بربنا. وهو معي في الاعتراف، قلت له تعالى بقى قول للشخص اللي جالك وقال لك. خفف شويه من انشغالك وتعلقاتك علشان تعرف قوي علاقتك واهتمامك بربنا. في ناس متعلقه بقى بالعيال، تساله يقول لك ايه العيال؟ ابني بنتي لما يبقى عيال صغيرين يقول لك الولد سخن، البنت عيانة، البنت مش عارف بتضحك، البنت بتعيط، وبعدين يكبروا يقول لك البنت شاطرة، البنت مش بتشتغل، مش بتدرس كويس، بتجيب درجات مش كويسة، بعدين يكبروا العيال يدخلوا الكلية، يقول لك الكلية ومصاريف الكلية والامتحانات والمذاكرة، وبعدين العيال يتخرجوا يقول لك عايزين نجوزهم، عايزين نجيب لهم شقة، ده مش هتخلص. ده لو احنا ركزنا بس في دي يا تعاستنا. طب وبعدين ما العيال هتتجوز، وبعد ما يتجوزوا هنستناهم يخلفوا، مش خلصانه. انا في مره حكيت قصه لاسره ما كانش بيخلفوا، عشان اوريكم ان ربنا بيزعل ان احنا نتعلق بحد اكتر منه، نتعلق بس مش بدرجه اكتر منه. من يحب ابا او اما او زوج او امراه او اولاد او اكتر مني، ما ينفعش. ربنا بيغير على محبته. ما كانش بيخلفه، قعدوا سنين ما بيخلفوش، كانوا بيصلوا وصوموا وبتقوا وبيحضروا الجسد وبتوع ربنا من الطراز الاول، راح ربنا انهم بنت. فرحوا بالبنت قوي بقى.
بدأوا يقلوا في علاقتهم بربنا والكنيسة والمناولة والقساوة والأنشطة والخطبة وكل الحاجات دي. فعملوا حادث ناحية غارب كده، ناحية راس غارب. وبعد الحادث طبعا جابوهم نقلوهم بعربية إسعاف في المستشفى الأولى. وسمعت بالحادث فعرفت إن البنت ماتت، الطفلة ماتت في الحادث، والأم عندها كسور في رجليها وكده، والزوج نفس الحكاية. فقالوا لي تعالى قول لها إنها بنتك ماتت. قلت لهم انتم خلفوها بعد 6 7 سنين وبالنذور وبالصلوات وبالاسوار والكنيسه، اروح اقول لها ايه؟ فقلت اصلي شويه وربنا يبعت لي كلمه اقولها من السر، ده ممكن تروح فيها لو قلت لها. ما متعلقه بقى بالبنت، بنت اكلت، بنت بتضحك، بنت بتعيط، بنت مش عارف سخنت، البنت بتمشي، البنت بتحبي، البنت وقعت، البنت انا عارف الحكايه. فصليت وبعدين خدت حد تاني ورحت فقلت لها احكي لي شويه عن بنتك. انت احكي لي بقى، استفاضت في الحكاوي بقى، تحس ان بنتها دي ايه؟ ولا سوبر مان، تعمل كل حاجه وتعرف كل حاجه. طيب، طب وانت كنت بتصلي قبل ما تخلفي كنت بتحضري كم مقدس في الاسبوع؟ وبتخدمي كم خدمه في الاسبوع؟ وبتصلي كم صلوات في اليوم؟ وبتصوم ازاي؟ قال لي لا يا ابونا، بعد ما خلفت الحاجات دي كلها ايه؟ ضعفت، قلت. قلت لها عشان كده ربنا زعل منها، وربنا سمح بالحادث ده واخد حاجته اللي ذهب. خد، انتوا زعلتوه؟ انتوا سبتوا اللي اداكوا الحاجه وسبتوا في الحاجه. زي ما ابا مثلا يجيب هديه لبنته في البيت، البنت ولا الابن يهتم بالهديه ويسميه بابا يسعد طبعا قوي. ده انا ابني اللي جايب لك العجله، ده انا اللي جايب لك التليفون، ده انا اللي جايب لك مش عارف الايه. لما نادي عليك اقول لك تعالى هات لي كوبايه ميه، يقول لي انا مش فاضي اخلص الجيم. انا زي كده بالظبط، هي دي بالظبط كده. ربنا يقول لهم ايه؟ مش هتصلوا؟ لا لا لا، البنت بس لازم نقعد قدامها، البنت سخنه، البنت عيانه، البنت نايمه. قلت لها خلي بالك، ربنا زعل منكم في اخر حاجه. طبعا خبطت على صدرها وكده. قلت لها بس ما تخافيش، ربنا هيدوكوا تاني، بس بشرط لما يدوكوا تاني اوعى تكرروا نفس الايه؟ نفس الغلط. اوعى تتعلقوا بحاجه، دي ثقل، دي معيقات، دي حاجات تعطلنا. ده حافظ الاطفال هو الرب، ايه عشان ده يا عم، وحافظنا كلنا، وبيحفظ دخولنا وخروجنا. مفيش حاجه بتتم الا بسماح من عند ربنا، بسماح شديد جدا ودقيق جدا، مفيش حاجه بتحصل. فلنطرح عنا ايه؟ كل ثقل، كل العقارات. دلوقتي تلاقي الناس ايه؟ يقول لك نشتري ذهب عشان الفلوس بتقل، ولا نشتري شقه. على فكره بيتصلوا بينا يقولوا كده، يا ابونا نشتري شقه ولا نشتري ارض ولا نشتري ذهب؟ ايه؟ اشتري اللي انت عايزه، مش مشكله، المهم اشتري خلاصك، اشتري ابديتك، اشتري الملكوت. القديسين باعوا كل حاجه. هو البابا كيرلس ده لما يروح يقعد في الطاحونه، تروح تشوف الطاحونه ده دلوقتي متوضبه وفيها موكيت ومتبيضه، زمان كانت زي ما هي طاحونه اثريه بالطين، ويا دوبك يمكن تطلع قطرها 3 متر ودورين، دور عامل فيه الهيكل اللي بيصلي فيه، ودور بيعمل فيه كل حاجه، يعني في القربان وينام فيه وياكل فيه. حاجه فيه. ليه يا سيدنا بتعمل كده؟ ليه يا ابونا مينا بتعمل كده؟ يقول لك انا عايز الايه؟ عايز اشتري الايه؟ الملكوت. انا موجود هنا علشان اخد الملكوت. احنا بنقول في القداس اهدنا يا رب الى ايه؟ ويقعد ابونا يلحن بيهدنا يا رب علشان نركز معاه ان الموضوع مهم.
ان الموضوع مهم، الملكوت مهم. وعشان كده حتى السيد المسيح قال اطلبوا اولا، والاثقال الثانيه دي ولا حاجه، هتجيب كلها عندكم صدقوني. تيجي كل حاجه عندكم، الرزق اللي تجي له كل حاجه، كل هو ما كانش محتاج حاجه يعني. كان انا مش هقول لكم روح عيشوا في طاحونه، لا، انا اقول لك خلي بالك من اي ثقل هي الاثقال ماسكه فيك.